بنتواصل مع كل مشاهدينا في كل مكان، وخلونا نستصحبكم الى ذاكره الشروق ونشاهد في ذاكره الشروق سهره مزاج سوداني اللي بثت في العام 2012. نشاهد. Anyone can support a creative project there, but projects like Faisal Goes West have to be fully funded or no money actually changes hands. The man who made the movie is a young American who grew up in Chad. Backstory producer Nadia talked to Bentley Brown, his associate producer and one of the movie's stars, about making the film in Dallas, Texas. لا والله كبت حبهان كثيرة يا والله ما بيشرب ترى كبت ليك حبهان في الشاي؟ اي والله هو بكم الشاي؟ الشاي بجنيهين بجنيهين قال لي سكر غالي وشنو كلامه كثير اصلا مرحب اسمي بنتلي براون زي ما قال الاخ الاستاذ محمد موسى وانا سعيد جدا الاقي محمد لانه سميت بيه من زمان في مدينة صغيرة اسمها إنجمينا اللي هي عاصمة جمهورية تشاد. نعم. اتربيت هناك. أنا من دالاس من المدينة دي أصلا المدينة ورانا ديك. مولود هنا. مولود هنا في الهلة دي. كويس. كنت في أمريكا 10-11 سنة. كويس. ومشيت مع أهلي تشاد لأنه أبوي كان شغال هناك دكتور مع منظمة إنسانية كده. بالمناسبة القطر ده ماشي عطبرة. لا لا عطبرة وقفوها زمان. لا شغال قطر عطبرة. ده ماشي وين؟ ده أنا قايله سنجا. ها؟ سنجا فين في القطر؟ سنجا. سنجا في تكساس؟ يا أخي ده الجنوب والشمال. ده الجنوب والشمال. ده فاكشن هنا. وطيب القطر هنا بالليل شغال؟ هنا بالليل شغال 24 ساعة. تنقول لك شوال سكر شوال قلة دهن كله ممكن اي وقت بالليل. طيب الغنى السوداني حفظت منه حاجه؟ الغنى السودان والله ما حفظ منه كويس يعني للدرجه اللي ممكن نغني لي لا مش تغني ها؟ تغني شنو؟ ده انا اغاني اللي انا احبهم كثير كويس انا مثلا في امريكا نجهز لك كوبايه شاي ونسمع انا وهيدي نسمع انا براي في الليله ده اغاني ابراهيم الكاشف يا سلام بصراحه يعني يا سلام استاذ الكبير الراحل المغيب ابراهيم الكاشف طير طير دول وشنو اي شيء بيفكرك بلد بعيده نعم انا بنحبها. طيب منو اللي شاركوا في الفيلم؟ شاركوا في الفيلم من السودانيين يعني من السودانيين المعروفين وان شاء الله الببقوا معروفين عندنا رامي داود رامي داود التقط مولود في السودان او مصر ما متاكد كان عاش في مصر اكيد وجاء امريكا صغير هو فنان موسيقي وهسه فنان سينمائي كمان رامي يلعب دور فيصل طبعا اللي بدور ابوه ياسر درار ذكرت لك قبل واحد سوداني شغال هنا في مدينه دالاس ذاته ولعب يعني مثل حسب خبرياته وتجاربه هنا في دالاس بالذات معنا تمادر شيخ الدين استاذه معروفه استاذه معروفه محترمه محبوبه اكيد وتمادر دي سمينا بها طبعا زمان وقلنا يا ريت يعني لو قدر يشارك معنا في الفيلم تساعدنا كثير وفعلا يعني سمعت بالفيلم هي وجات للاسبوع حق الانتاج هنا ولعبت بدور الام في الاسره السودانيه بتجي دالاس معنا ممثلين اخرين عزمي ابو سام واحد سوداني مولود في السودان وجاء امريكا زمان جاء امريكا بدري نعم نعرفه من اتلانتا قريت جامعه في اتلانتا انا وكنت ساكن مع سوداني اخوه الكبير عماد كله ساعدنا في الانتاج وشيء الحلو انه الناس الشباب ديل الاخوان ديل زمان ايام زمان يعني شغل ده انا بقول لك زمان بصلاتي دي معناها 5 سنة لكن قبل 5 سنين ده مشينا معاهم عيدنا عيد الفطر في ولايه اسمها ساوث كارولينا يعني في الكدادي قول شنو الريف ده الخلا الله يخليك الخلا بتاع امريكا عيدنا مع السودانيين قال لك بيت طابقين
بيتهت العين برقصن وبلعب بسمع مزيكا وشنو، وفوق الرجال بلعب وكشتونا. فمع الاخوان دل حلمنا يعني فعلا زي ما قلت لك قبل مع الاحلام والفنون، يعني حلمنا قلنا ان شاء الله يوم من الايام ده نحن نخرج لنا فيلم في امريكا، فيلم يعالج موضوع الهجره دي وبكون معمول باكثر من لغه واحده وفيه ممثلين سودانيين وامريكيين من بلاد مختلفه، وفعلا سويناه. What's your name? You hear me? What's your name? My name is Faisal. I speak English. Do you think you can start today? Why not? Yes. انا قلت لك حاسوق ركشه، قلت لك حاسوق تاكسي. تفهمش انا كنت استاذ كبير؟ شوف عمك هاشم ده هسه ما سايق تاكسي وعامل بيزنس واولاده خشوا الجامعه ماله؟ والقروش؟ And you're coming from Sudan. Is it Darfur? No, no, no. Not Darfur. Khartoum. Khartoum. بيننا نحن هنودعك ودع سوداني. نقول لك مع السلامة. ودعناك الله. يلا. نشكرك يا محمد. الله يديك العافية. تسلم كثير إن شاء الله. وكثر خيرك.